من رحمة الله أن الله أعطاك فرصة. إذا قمت الصباح وقد حييت قل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. احمد الله أن الله مدد في عمرك وأعطاك فرصة يوم جديد علشان تمسح الخطأ وتحاول أنك تبني شيء جديد ينفعك إذا وقفت أمام الله عز وجل. وأنا أحذر نفسي وأحذرك معي من محبطات الأعمال. شوفوا يا أخوان، اجتهدوا في أعمالكم في البحث عن المباركات، الأشياء التي تبارك أعمالك، وابتعدوا عن المحبطات. ما هي المباركات مثلا؟ المباركات مثلا البكور، احرصوا دائما على البكور. المباركات ابحثوا عن الأعمال المضاعفة. في أعمال الآن قليلة في الأداء عظيمة في الثواب، مثل إيش؟ مثل الصوم مثلا. من صام يوما في سبيل الله بعده الله عن النار كم؟ 70 خريفة. الذكر، الذكر من الأعمال التي تضاعف. سبحان الله بحمد عدد خلقه، سبحان الله بحمد زينة عرشه، سبحان الله بحمد رضا نفسه، سبحان الله بحمد بداية كلماته. تدري ايش معنى الكلام هذا؟ يوضع في ميزان حسناتك عدد خلق الله حسنات. من يحصي عدد خلق الله؟ هل يستطيع أحد أن يحصي عدد الملائكة وعدد الجن والإنس والطير والبحر وإلى آخره؟ ما تستطيع. هذه شوف، هذه أعمال يسيرة ذات أجور عظيمة. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إيش خير لي مما طلعت عليه الشمس. كل ما تراه لا يعادل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الأربع. فأحرص إذن الأعمال المباركات. ما الذي يكثر الحسنات ويمسح السيئات؟ ما الذي تكثر به الحسنات وتحط به الخطايا؟ 3 تعرفونها، كثرة الخطا إيش؟ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك هو الرباط. فأنت تبحث عن كل عمل مبارك، كل عمل يكون فيه مضاعفة احرص عليه. من الأعمال المضاعفة الجميلة قضاء حوائج الناس. يعني خلك ذكي يا أخي، عندك مشكلة رح في حوائج الناس اشتغل فيها. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجة أخيه، كمل الحديث، كان الله في حاجته. إذا أنت عندك أي مشكلة إلجأ إلى الله من خلال خدمة الناس، علشان الله عز وجل يتولى أمرك ويفرج عنك. إذا ابحث عن أي شيء مبارك واعمله علشان تتضاعف لك الأعمال. لماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة؟ لماذا؟ لأن أعمارنا محدودة ولكن أجورها عظيمة جدا ولا حصر لها. ثم احذر أيضا من المحبطات. ما هي المحبطات؟ ترى مشكلة لما تعمل وأعمالك لا ترفع إلى الله عز وجل. هل في ناس أعمالهم لا ترفع إلى الله يا إخوان؟ من هم؟ تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ويقول الله تعالى أمهلوا هؤلاء. لماذا؟ لأنهم تقاطعوا فيما بينهم. أنت من قطيعة الرحم. ترى يمكن أنت الآن تأخذ الموضوع عزة نفس، ولا تأخذ الموضوع لا 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 لا، في أمور الدين خل عزة النفس هذه بعدين، في أمور المرجلة وأمور الطيب وذا ما عليه، لكن في أمور شيء بيأطلك عن الله لا، بادر واقبل على ربك. لا تغلب حظوظ النفس على علاقتك مع الله عز وجل. مراد الله مقدم على مراد نفسك. ولذلك اعف واصفح، فوالله أقسم كما أقسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال 3 أقسم عليهن ما زاد عبد بعفو إلا إيش؟ إلا عزة. والله ما تنازل عبد عن قطيعة إلا وأعزه الله عز وجل. فهذه القطيعة ابعد عنها ولا تجعلها تسيطر على قلبك، ولا تجعل الشيطان يتمكن من نفسك. اعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أيضا من محبطات الأعمال مثلا الحسد. الحسد يا أحبابي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما قال عليه الصلاة والسلام. ليش؟ إيش مشكلة الحسد؟ مشكلة الحسد أنه من الذنوب التراكمية. في ذنوب تراكمية. كيف يعني تراكمية؟ يعني مثلا الآن واحد مثلا شاف له مثلا منظر محرم، هذا خلاص، هذا بس نظرت وذنب واحد. الحسد لا، مو مثل كذا. الحاسد يكذب، الحاسد يقاطع، الحاسد يقع في النميمة، الحاسد يقع في البهتان، الحاسد يأكل يمكن أحيانا أموال الناس، الحاسد يظلم. شوف كم ذنب
ترتب على الحسد. عشان كذا ابعد عن هذه الذنوب اللي تحبط أعمالك تحرق حسناتك. تلقاك شغال في الليل ونقيام ليل وصيام نهار وحسناتك تحترق. أيضا ابعد عن حقوق الناس، ترى هذه من أكبر المصائب. الذنوب يا أحبابي نوعين، نوع بينك وبين الله ذنوبك الخاصة، ونوع بينك وبين الناس. الذي بين الله الأصل فيه الرحمة وربك رحيم، توبة صادقة تمسح كل ما بناه الشيطان. يعني الشيطان يشتغل عليك 70 سنة ثم تتوب توبة صادقة وتأتي إلى ربك وقد أصلحت صلاتك وحافظت على توحيدك، يقابلك الله بغرابها مغفرة. ربك رحيم، الله ما يبي يعذب العباد يا أخوان، الله يريد أن يرحم العباد. لكن المشكلة في حقوق الناس، هذه المشكلة. ولذلك لعلي أختم كلامي بمثال. الآن يا أحبابي، لو أنك مثلا عسكري وجلست في العسكري لك 30 سنة وأنت تخدم، وبعدين بعد ما انتهيت من الخدمة تعبت لك 30 سنة وانت في شقة ومن قبر الفجر وانت صاحي وتدريبات وسهر وليل وعيالك ما يشوفونك احيانا للأسبوع لانك مرابط والى اخره، يوم خلصت صرفوا لك بدل نهاية الخدمة، اعطوك مثلا لك 30,000 40,000 وقل هذه نهاية الخدمة، ربعك وخوياك سووا لك ذيك العزيمة، يا مرحبا فلان الله يوفقك ويسعد قلبك ويستر عليك، اخذت معك الخدمة الحين معك 40,000 هذه، وقلتهم الله أني أحبكم يا أخوي، يعني تحركت النخوة في قلبك والكرم جاءك ما شاء الله ما أدري من ينصب عليك، خذ يا فلان هذه لك 2,000 وانت لك 3 وانت لك 5 وانت لك 10، ما شاء الله ما خلصت العزيمة اللي أنت موزع هالقريشات على الناس، هذا سفيه ولا عاقل يا أخوان؟ جابون سفيه ولا عاقل؟ هذا سفيه. عيالك اللي لهم 30 سنة ينتظرونك تشتري لهم بيت ولا تصلح أحوالهم في هالخدمة هذه بدل الخدمة، تقوم بس توزعها في لحظة. أسألكم بالله أيهم أشد سفاهة، الذي يوزع فلوسه في الدنيا ولا اللي يوزع حسناته يوم القيامة؟ صح ولا لا يا جماعة؟ كم من الناس سوف يأتي يوم القيامة معه حسنات كجبال تهامة، لكن يأتي وحلقه مليان سفك دم هذا أكل مال هذا. ترى شوفي حوالي حديث المفلس ركزوا فيه، ترى ما ذكر ولا ذنب بينك وبين الله. من المفلس؟ قال الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، ولكن يأتي، هل قال زنا؟ ما قال زنا. هل قال شرب خمر؟ ما قال شرب خمر. قال يأتي وقد أكل مال هذا، هذه حقوق صح ولا لا؟ وسفك دم هذا، هذه حقوق، وظلم هذا، هذه حقوق. ولذلك انتبهوا من حقوق الناس، هذه اللي ما يعني ما يمكن أبدا أن تتنازل فيها، ولا بد أنك تحرص منها. فأقول إخواني، نحن سعينا نحن سعاة في هذه الأرض، فلنحسن السعي ولنحسن الاتجاه ولنحاول أن يكون يومنا خير من أمسنا، وأبشروا بالخير، فإن من كرم الله عز وجل لعباده أن الله تبارك وتعالى جعل علينا ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، يكتبون أعمالنا الطيبة والسيئة، والطيبة تضاعف والسيئة مجرد ما أنت تتوب إلى الله يخلصك الله منها، بل ويبدلها إلى حسنات، لأن الله تعالى يحب أن يرحم العباد. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أسأل الله تعالى أن يحرم وجوهنا على النار، وأن يجعلنا من التوابين المتطهرين، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته.